حلو قوي. خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز المتألق كريم احمد مراسل قناه الاهلي والمصاحب لبعثه الفريق في جنوب افريقيا عشان لنا كل الكواليس الخاصه بالنادي الاهلي هناك في بريتوريا واستعداده لهذه المباراه الهامه جدا امام صن داونز. يا كريم مساء الفل عليك، وطمنا على استعدادات الفريق النادي الاهلي لمباراه صن داونز بعد بكره، الاجواء ماشيه ازاي؟ عايزين نطمن من خلالك ونطمن كل جمهور النادي الاهلي في كل ما يخص الفريق هناك في جنوب افريقيا. اتفضل يا كريم. كل التحيه ليك زميلي امير، برحب بيك وبرحب بكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي. بعتذر في البدايه طبعا الصوت صعب شويه عند نزله برد كده سريعه، لكن كالعاده لازم ندعي كل الجمهور من خلال شاشه قناه النادي الاهلي للمتابعات المستمره لبطوله الدوري العام للبطوله الافريقيه. بنحط كل الجمهور في كل الاجواء، مباراه مهمه ومباراه مرتقبه كالعاده، النادي الاهلي وصن داونز بطل جنوب افريقيا السبت في تمام الساعه 3 عصرا. لو بننقل للاخبار وبنتكلم على الاستعدادات الخاصه من انطلاقنا من القاهره رحلة الطيران اللي استغرقت 8 ساعات بالطائرة، ومنذ وصولنا أو مجرد وصولنا إلى مطار جنوب أفريقيا 40 دقيقة إلى فندق الإقامة، نقدر نقول 9 ساعات أو 9 ساعات ونصف، يمكن نقدر نقول رحلة شقة، لكن في نفس الوقت قرار رائع ومميز. وتحية كبيرة لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على توفير طائرة خاصة لهذه الرحلة أو لهذه المباراة. دور الثمانية بيختلف بشكل كبير، أكيد طبعا راحة اللعيبة من أهم الأشياء نظرا لمباراة الاتحاد السكندري ومكوس اللاعبين في الاسكندريه، ومن قبلها مباراه الاهلي والزمالك، يعني امور عديده جدا وصعوبات والتحامات لتلاحم كبير جدا للمباريات. لكن بشكل عام زي ما بناكد يا امير وبنقول للكل على قلب الرجل الواحد، لعيبه النادي الاهلي في حاله تركيز شديد. البطوله الافريقيه لها حسابات فنيه مختلفه، حسابات ايضا كمان لدى لاعبي النادي الاهلي مختلفه بشكل كبير. ان شاء الله باذن الله تكون انطلاقه جيده للنادي الاهلي من دور الثمانيه خطوه بخطوه باذن الله، كالعاده يصل النادي الاهلي للمباراه النهائيه ومنها يحصل على البطوله الافريقيه، الحلم الكبير لكل جمهور النادي الاهلي. في هذه اللحظات زميلي امير يمكن التدريب للنادي الاهلي الاول على الملعب الخاص طبعا ملعب جامعه تسواني للتكنولوجيا، ده التدريب الاول لفريق النادي الاهلي. يمكن النجيله طيبه، الملاعب هنا يعني جيده بشكل كبير جدا سواء ملعب المباراه او الملاعب الخاصه في جنوب افريقيا. النهارده ان شاء الله تكون جرعه تدريبيه لفريق النادي الاهلي. الكل طبعا عقب الوصول كان طبعا خلد للنوم لغرف العاده، طبعا لعيبه النادي الاهلي رحله طويله او عدد الساعات الطويل بيكون لعيبه مرهقه بشكل كبير، لكن الحمد لله صباحا كان في فري لعيبه النادي الاهلي. الغداء كان في تمام الساعه 2 ظهرا، ومنها مباشره 30 او 35 دقيقه وصلنا الى ملعب الجامعه اللي بيستقبل التدريب الاول لفريق النادي الاهلي. معلومه مهمه جدا كمان يا امير حابين نتكلم عليها هو ملعب المباراه. يمكن ناس كتير او بعض المواقع كتبت ان ملعب المباراه مش هيكون الملعب اللي انا هقول اسمه دلوقتي، لان ده امر مهم جدا الناس بتحاول طبعا تجتهد بشكل كبير، لكن احنا في ارض الواقع هنقول لك طبعا الملعب هو ملعب لوكاس موريبي. الملعب ده بيتسع الى 29000 مشجع، لكن السكيورتي او الامن اللي متواجد بيفضل ان هو يكون متواجد 25000 مشجع فقط لغير، حفاظا طبعا على سلامه الجميع. ملعب مميز جدا، ارضيه الملعب مميزه جدا. كان الاول الملعب طبعا اللي هيستقبل المباراه الاولى اللي كان على المواقع 51000 او 52000، لا الامر مختلف بشكل كبير. لكن الاحتفاليه اللي موجوده هنا كمان عايز اكلمك عليها، وهي التعليمات هنا او الجمهور اللي داخل للمباراه، الجمهور اللي لابس تيشيرت صن داونز هيدخل بدون رسوم وبدون اي تذاكر. ايضا كمان نقطه اخرى، هو التذكره كانت ب 100 رند، طبعا هي العمله الخاصه هنا بجنوب افريقيا، لكن وصلت الى 20 رند. ده واضح ان هم عايزين يعملوا حشد كبير جدا للجمهور لمؤازره فريق صن داونز، وايضا كمان لقيمه النادي الاهلي الكبيره وخطواته الثابته في البطوله الافريقيه. 21 لاعب في القائمه، الكل على كافه الاستعداد. ان شاء الله باذن الله تكون المباراة مهيئة للظروف المناخية هنا رائعة جدا، يعني نقدر نقول للطقس ما فيش رطوبة عالية. توقيت المباراة هيكون الساعة 3 عصرا. تغيير طبعا الميعاد وتغيير اليوم كان أمر مهم جدا، بدل يوم 5 كان يبقى يوم 6، وبدل أيضا كمان الساعة 6 المباراة تنطلق في تمام الساعة 3 عصرا. ما فيش رطوبة، الجو مقبول جدا بالنسبة لمباراة كرة قدم كبيرة مثل مباراة النادي الأهلي وصن داونز بطل جنوب أفريقيا. نقطة كمان مهمة طبعا، وهي رئيس البعثة الأستاذ خالد الدرندلي أمين الصندوق اللي متواجد معانا لحظة بلحظة، كل الصعوبات وكل التنسيق الخاص مع السفاره مع الكابتن سمير عدلي، الاقامه والتنقلات ملعب المباراه، حاجات مهمه جدا يا امير بنتكلم عليها اكتر من مره، لان الحاجات دي بتساعد بشكل كبير لاعبي النادي الاهلي يبقى تركيزهم فقط في الملعب. الامور الخارجيه دي بيتركها للكابتن سيد وكل الطاقم الاداري الخاص بالنادي الاهلي. كالعاده يا امير هنكون مستمرين معاكم ومع كل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي لحظه بلحظه، نقل لكم كل الكواليس وكمان تدريب النادي الاهلي الاول يكون معاكم بشكل حصري على شاشه قناه النادي الاهلي، وغدا ايضا كمان يكون تدريب
التدريب الرئيسي والاخير لفريق النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله مباراه موفقه، نعود من هنا المباراه الاولى والمباراه الثانيه ان شاء الله مجموع المباراتين يكونوا من نصيب النادي الاهلي. عوده ليك زميلي امير.